إلى رائعة من روائع الطبيعة ننطلق سوياً لاستكشاف خبايا الجغرافيا والتاريخ لنلج هذه الجوهرة الجيولوجية، مغارة تبعث في نفس الزائر الراحة والتأمل. عجبتنا بزاف، حوسنا دورنا، عرفنا حوايج كنا ما نعرفوهاش. زاق الحوايج جامي نمنا تنزر، وإذا كي ويسنا لك روتو وقاس أسدينا مرحبا سيسوان، باسكو أين رزق نداق وقاس جامي زرنت لك الحياة سنسان، باسكو تيوا دي لعيبة ذاي وسندك فرنسا كش من دهشين كيمكان الله يبارك. سيت ان اندروا ان تريزور نسعى ذاي كبكايز، نساوي ثندا المغاري يسعى بزاف ليستواز داخل، كني توالم سي تخي بو. بجمال فريد لا يوصف، هوابط وصواعد من رواسب الحجر الجيري تضفي على مغارة أوقاس رونقا خاصا تبهر بعجائبها وأسرارها كل حاضر وناظر. قدمت إلى الجزائر لقضاء بعض الأيام، وما وجدته هنا مذهل بهذه المغارة وكيف تشكلت هذه الروائع عبر آلاف السنين، فهي رحلة عبر الزمن. منذ 2019 لم أزر الجزائر، أتيت هذا العام لأكتشف هذا السحر بهذه المغارة العجيبة. أول مرة ندخل نشوف حاجات كمان هكا، معناها سي فريمون حاجة تحفونا برشا، مزيانة برشا. عبر ممرات ضيقة تتواصل مهمة المرشد السياحي في استقراء ما تخفيه هذه الزخارف من أسرار. نفهموهم على واش كان داخل المغارة هذه من صواعد نوازل، وثاني لي فيستيلوز كيفاه يتشكلوا النوازل. عندنا بعض الأشكال التخيلية قادرين تخيلوهم، سي دي فورم ايماجينير. حتى وإن غادر السياح هذه المغارة الجيولوجية العجيبة، إلا أن زخارفها الفريدة تظل خالدة في الأذهان.